لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. كان الحارث رأسا على مدينة نجران وجوارها في شمال اليمن، مسيحيا يسلك في مخافة الله، يسوس مدينته بالحكمة والدراية، ويشهد له الجميع بالفضل والفضيلة. وكان قد تقدم في السن كثيرا عندما واجه سيف الاستشهاد. أما خبر استشهاده أن المتولي على مملكة سبأ أو المملكة الحميرية أي بلاد اليمن اليوم كان يهوديا اسمه ذا النؤاس. هذا كان في صراع مع ملك الحبشة المجاور كالب السبان المسيحي. ولما كان ذو النؤاس يخشى جانب مدينة نجران اليمنية أن تعين عدوه عليه بسبب وحدة الإيمان بين نجران والحبشة، عزم على محو المسيحية من هناك، وحشد لذلك قوات كبيرة من العسكر وأتى فحاصر المدينة. ولكن نجران صمدت فأخذها بالحيلة، ولما دخلها أعمل السيف في رقاب بنيها، وكان يأتي بالناس إليه ويخيرهم بين الموت ونكران المسيح. وأول من مثل لديه في المحكمة شيخ نجران الحارث، وقد جاء به محمولا لأنه كان قد بلغ 95 من العمر. وقف الحارث أمام الغازي فأبدى شجاعة فائقة واستعدادا دائما لأن يموت من أجل اسم المسيح ولا ينكره. وكان مع الحارث جمع من الناس بلغ عددهم 4253. فلما رأى ذو النؤاس أن ثني هذا الشيخ عن مسيحيته أمر مستحيل، أمر به فقطعوا همته. وكما أبدى الحارث مثل هذه الأمانة أبدى رفاقه أيضا، فتسارعوا الواحد بعد الآخر وأخذوا يسمون أنفسهم على الجبهة بدم شيخهم وكبيرهم استعدادا للموت. فما كان من ذي النؤاس الباغي سوى أن قتلهم جميعا بحد السيف. هكذا تحم هؤلاء الأبطال جدار الخوف من الموت، متممين بدمائهم القول الإلهي الذي للرسول بولس: فإني لواثق بأنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رئاسات ولا قوات ولا أشياء حاضرة ولا مستقبلية ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. آمين.